محترف الهلال السابق البرازيلي تفاريس، اولا نرحب فيك عبر صدى الملاعب ونقول الحمد لله على السلامه. التقينا او شفناك في صوره مع ميشيل لما وصلت للرياض في صفقه انتقاله للهلال. First of all, thank you so much for invitation. بداية وقبل كل شيء شكرا على هذه الدعوة. أنت صديق لي وأنا سعيد جدا أن أكون معك. جئت للسعودية مع لاعب كبير كان جيدا في البرازيل، إنه قادم من ناد كبير، نادي فلامينغو. حقيقة لقد تفاجأت كثيرا مع عودتي للمملكة. أسعدني معرفة الجماهير وتذكرهم لي، خاصة وأن معظمهم كانوا صغارا أثناء فترة لعبي مع الهلال. هذا يريك كم تعشق هذه الجماهير ناديها، تتابع فيديوهات قديمة للفريق، هم يعرفون كل شيء عن لاعبيه، محترفيه وماضيه. أنا متأكد أن ياسر، سامي، الشلهوب على سبيل المثال سيبقون في قلوب المشجعين. الأباء سيتحدثون لأبنائهم عنا وهذا رائع جدا بالنسبة لي. البعض لما وصلت للسعودية مع ميشيل تناقل الصورة وتحدث وش دور تفاريس في هذه الصفقة. I have a few partners in Brazil, like. لدي بعض الشركاء في البرازيل ممن أتواصل معهم، حيث يتابعون عددا من اللاعبين وأقترح أفضلهم على الأندية. أثق في أني أعرف السعودية جيدا وأعرف ما هي أنديتها، ماذا تحتاج الأندية ونوعية اللاعبين الذين يريدونهم. لذا أخذ هؤلاء اللاعبين وأقوم باتصالاتي هنا، ومن بعدها يقوم الوكلاء بعملهم، يقومون بالتنسيق بين الأندية واللاعب وتنظيم العقد العادل للجميع. هذه المرة جاء الدور على أفضل صفقاتي وهو ميشيل. أنا سعيد لأني أحضرته للهلال نادي السابق. تتوقع نجاح ميشيل مع الهلال؟ لا أعتقد. أنا متأكد 200%. عندما يكون اللاعب متحمس للقدوم للسعودية وعندما يكون متحمسا للعب مع الهلال، عندما يتم استقباله بأجمل طريقة من اللاعبين، من أخي فهد المفرج ومن الرئيس، وبمجرد رؤيته لهذا الاستقبال ومعرفته بما فعله الهلال لضمه، بالتأكيد سيدخل الملعب ويرينا ما يملك. بهذا هو مميز وناجح جدا. أنا متأكد أنه بمجرد رؤيته للجماهير فأنه سيقدم الكثير والكثير وسيكون قلبه من أجل الهلال. شخصية ميشيل واضح أنه فني ومرح كثير. حدثنا عن شخصيته. إنه شاب مرح، عليه تعلم الكثير في هذه الحياة، لكنه ما زال في 25 من عمره. عندما تراه وترى شخصيته للمرة الأولى تعلم جيدا أنه مرح جدا، يحب اللعب، الضحك، يحب أن يمزح ويتكلم على الآخرين. لذا فالبعض يعتقد أنه غير مبالي في البداية، قد تنصدم به، لكن مع الوقت سوف تحبه، ستعلم أنه بقلب طيب. أخبرت أصدقائي أنه يشبه محمد الشلهوب، بقلب نظيف جدا، مهما يفعل فهو يملك قلبا نظيفا. توقعاتك لمسيرة الهلال في كأس العالم للأندية القادمة؟ أمامهم مباراة ليست بالسهلة أمام الجزيرة، عليهم أن يحترموا المنافس كثيرا وأن يفكروا بهذه المباراة جيدا قبل التفكير بمباراة نصف النهائي. إن تأهلوا وواجهوا تشيلسي مهما كانت النتيجة، عليهم على أقل تقدير تقديم كل ما لديهم وأظهارهم للتشيلسي أن الأندية السعودية ليس من السهل هزيمتها. طيب مع الصفقات الجديدة للهلال تتوقع أن الهلال قادر على هزيمة تشيلسي؟ سأصلي من أجل ذلك، سأدعم الهلال بقوة وسأشاهد المباراة بالتأكيد. لا تعرف كيف ستجري الأمور، عندما تبدأ المباراة ستكون 11 لاعبا مقابل 11. أتذكر عندما واجهنا مانشستر يونايتد في مباراة اعتزال سامي الجابر لم يتوقع وقتها أننا سنفعل شيئا. صحيح أن الفريق ضم لاعبين من الاتحاد والأهلي، لكنهم لاعبون سعوديون. وقتها فزنا بثلاثة أهداف لهدفين. ومن كان مع مانشستر يونايتد وقتها؟ كريستيانو، تيفيز، جيجز، سكولز. لذا كل شيء ممكن داخل الملعب.